السلام ورحمة الله. تعالوا نشوف القمع. الدولة اللي ماسكة دلوقتي رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بدعم تونسي مصري موريتاني، ولم يأتي لنا رد من أحد. كلمنا امبارح محدش رد علينا لحد النهاردة. تعالوا نشوفهم وهم إزاي بيقمعوا ولادنا، ولاد العرب، ولاد أمتنا في القدس. دول المسترجلين على الستات، قطعان الماشية اللي جم من كل العالم بيطردوا أهل البلد أصحاب الأرض. الله يرحم المعتصم، المعتصم العربي ابن التركية، لما وصلوا إن في مشهد زي ده أقل من ده بكتير، قالت ومعتصما حرق جيوشه، وقال له اكتب من المعتصم إلى كلب الروم: والله لآتينك بجيش أوله عندك وآخره عندي. وفتح عمورية، عمورية اللي هنا المفروض